قنبلة جديدة قد توزم الوضع الداخلي للعراق، إنها الاستفتاء. هذا ما ذهب إليه أعضاء في مجلس النواب العراقي في ردهم على الوفد الكردي الذي يزور بغداد لينقل طلب الإصرار على الاستفتاء إلى الرئاسات الثلاث والسفارات في بغداد. أعتقد هذه قنبلة جديدة لربما يأزم الموقف داخل العراق. نتمنى من أخوتنا الكرد وخصوصا من الوفد اللي موجود حاليا في بغداد أن يدرسوا هذه المواضيع ونتحدث عن المشاكل بين الإقليم والمركز ويمكن حلحلتها. أما موضوع الاستفتاء أعتقد هو موضوع لربما لكل الأطراف هو مو بالصورة الصحيحة، وممكن نتائجها راح تكون سلبية. التوقيت غير صحيح والوقت غير مناسب لإجراء أي استفتاء. طبعا لا ينكر انه الاخوه الكرد عملوا في كركوك يعني عملا ممنهجا في سبيل تغييب العرب وتقليل اصواتهم وتهجيرهم من هذه المناطق. بكل تاكيد هذه كانت واضحه وصريحه ويعرفها الوفد الكردي وابلغ بها بشكل صريح. الرساله الواضحه التي وصلت للوفد الكردي ان اي خطوه يقوم بها اقليم كردستان يجب ان تكون تحت سقف الدستور، واي خطوه تخالف الدستور فهي خطوه غير صحيحه ولا توافق عليها الحكومه المركزيه. النواب الكرد المؤيدون لفكره الاستفتاء يرون انه حق دستوري مشروع، وان الوفد الكردي المشكل من اللجنه العليا للاستفتاء ضم كل المكونات الكرديه. بالنسبة للتخوف من الاستفتاء، احنا ما عندنا اي تخوف، وحددنا يوم الاستفتاء هو يوم 25/9، وهذا الموعد موعد ثابت. موضوع الاستفتاء موضوع حق ديمقراطي مشروع لكل الشعوب، فانت تاخذ راي شعبك في موضوع معين. فاذا ما لاي دوله او اي مسؤول ما له حق يقول انت ما تقدر تسوي استفتاء ما تقدر تسال شعبك. المهم هناك تواصل، او المهم هناك وفد من الكرد اجوا الى بغداد، وايضا الترحيب من قبل الكتل الاحزاب السياسيه من قبل الجانب الحكومي، هذا ايضا ضروري خصوصا لمرحله ما بعد داعش. مرحله ما بعد داعش مرحله بناء العراق، مرحله اعاده النظره الحقيقيه لملفات العالقه بين هذين الحكومتين، فلذلك التواصل راح يكون باب لحل هذه المشاكل. في الوقت الذي يزداد فيه الرفض المحلي والاقليمي لمشروع استفتاء الإقليم، يزداد في المقابل إصرار الجانب الكردي على ذلك، حيث ذهب بعضهم إلى القول إنه لا توجد شراكة حقيقية في التمثيل الحكومي، ما يجعلنا مصرين على الاستقلال.